ليس في بنغلاديش ولا الهند، وإنما في العاصمة بغداد. قطار يمر من وسط سوق في منطقة الدورة جنوبي بغداد. دعونا في البداية نشاهد المقطع الذي صوره أحد الناشطين ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم. طبعاً بالدورة هاي السكة مال القطار، شوفوها، شوفوا الناس شلون تشرد، شوف شو غراب العالم. قطار، شوف 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 هذا بغداد، شوف العالم، وين العرب انا؟ الدراجة 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 هاك، شوف هذا القطار بالعراق، هاي 2019 هاي بالعراق، شوفوها قطار. شلونك عمي؟